idea to build this place was coming with, yeah, normally we want to help the street animals, and this is what we are doing, but we need for sure incoming, so we were thinking about to build a dog hotel, get money in, spend it out for the street dogs. الفكرة جات لنا هنا اللي احنا كنا بنساعد الكلاب في الشارع كتير، بعد كده فكرنا عايزين نعمل بروجكت اكبر، عايزين نعمل حاجة اكتر، فقلنا نعمل فندق للكلاب، هنساعد اصحاب الكلاب وهنساعد الكلاب، وفي نفس الوقت عندنا جزء بتاع الكلاب بتاعة الشوارع. تمام. الكلاب احنا مواعيد الفتح بتاعتنا من الساعة 9 للساعة 6، في كلاب بتجينا داي كير اللي هو اليوم بتاع الفتح كله، في كلاب بتجينا نص يوم، في كلاب بتقعد عندنا شهر، في كلاب بتقعد عندنا شهرين. المعايشة المواعيد من الساعة 7 الصبح الكلاب بتبتدي تفطر، الشباب بيبتدوا يخرجوا الكلاب بره، بيبتدوا بالنظافة اليومية بتاعتهم، تغيير الفوط، تغيير المكان اللي الكلب بينام فيه، تغيير المية، كله فريش. الكلاب تطلع بره تقعد حوالي ساعتين في أماكن مظللة في الملاعب، الكلاب تقدر ترجع تاني في البوكسات بتاعتها، الملاعب تتنظف، كل حاجة تبقى جميلة. على بعد الظهر الكلاب تخرج تاني، وبعد كده بنعمل برامج حمام السباحة. لو الجو حر زي دلوقتي كده الكلاب بتطلع، بننزل كلنا في حمام السباحة مع بعض، الكلاب بتستمتع واحنا كمان بنستمتع علشان الجو بيبقى حر علينا خالص. الساعة 5 بيبقى ميعاد الغدا عندنا، الساعة 5 الكلاب بتتغدى، تخرج تاني، يبقى كده يعتبر يومهم خلص بعد لعب وبعد جري طول النهار. التدريب والتأهيل، عندنا كذا برنامج تدريب. عندنا أول برنامج تأهيل تدريب اللي هو تأهيل الجراوي من سن 6 شهور، بعد كده عندنا الطاعة، بعد كده عندنا الطاعة المتقدمة، بعد كده عندنا كورس الحراسة. احنا مش بندرب شراسة، احنا بندرب حراسة اللي هو عند اللزوم، وفي نفس الوقت لازم نشتغل مع الأونر بتاع الكلب ان هو اللي بيكمل معاه تاريخ معيشته، احنا بس بمجرد مفتاح بنفتح الطريق للشخص الأونر يبتدي يكمل حياته مع الكلب. جزء تاني من التدريبات عندنا التأهيل النفسي. عندنا زي سيزر، سيزر كان جاي من الشارع، كلب من خوفه بيعض وهو مش عايز يعض، من خوفه بيعض وفعلا عض طفل قبل كده، احنا خدناه هنا ودلوقتي بيلعب معانا وبيتنطط، بياكل الفراخ من بقنا وحاجات كده. فدي الاجزاء اللي احنا عايزين نوصلها، مفيش غلطات من الكلاب، الكلاب ده مجرد حيوان هو مش فاهم ايه اللي بيحصل حواليه، هو بيعمل بيرد على ردة الفعل بتاعة البني ادم، فردة الفعل دي احنا بنحاول نظبطها، حتى بنحاول نجيب ناس، بنعزم ناس، بنقعد نتكلم مع الناس، اللي المشاكل ما بتجيش من الكلب الاول، المشاكل بتيجي من صاحب الكلب وازاي هو عايش مع الكلب، كل ده احنا بنشتغل عليه هنا. يعني اهم حاجة عندنا في التدريب اللي احنا نشتغل مع البني ادم مش مع الكلب اكتر.